أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن انطلاق الدورة 22 للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة برسم سنة 2024، واللي كيتم تنظيمها سنويا بمناسبة اليوم الوطني للإعلام من أجل تشجيع وتكريم الكفاءات الإعلامية المغربية في مختلف الأجناس الصحفية. وذكر بلاغ للوزارة أن هذه الجائزة تهم الأصناف الصحفية التالية: جائزة التلفزة، جائزة الإذاعة، جائزة الصحافة المكتوبة، جائزة الصحافة الإلكترونية، جائزة صحافة الوكالة، جائزة الصحافة الجهوية، جائزة الإنتاج الصحفي الأمازيغي، جائزة الإنتاج الصحفي حول الثقافة والمجال الصحراوي الحساني، جائزة الصورة، جائزة التحقيق الصحفي، وجائزة الرسم الكاريكاتوري. وكتشمل أيضا جائزة تقديرية تمنح لشخصية إعلامية وطنية ساهمت إسهاما متميزا في تطوير الإعلام الوطني وترسيخ المبادئ النبيلة للمهنة، وجائزة تقديرية تمنح للصحفيين المغاربة العاملين في مؤسسات صحفية أجنبية من داخل أو خارج المغرب. ويشترط في المرشح أو المرشحة لهذه الجائزة حسب البلاغ دائما أن يكون من جنسية مغربية ومزاولة لمهنة الصحافة منذ 3 سنوات على الأقل، وحاصلا على بطاقة الصحافة برسم السنة الجارية، وأن يكون مشتغلا بإحدى المؤسسات الصحفية الوطنية أو الجهوية، وأن لا يكون من أعضاء لجنة تنظيم الجائزة أو لجنة التحكيم، وأن لا يكون قد سبق له الفوز بهذه الجائزة خلال الدورات الثلاث الأخيرة. ويشترط أيضا في الأعمال المرشحة لنيل الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة أن تقدم في صيغتها الأصلية، أي كما نشرت أو بثت في إحدى وسائل الإعلام الوطنية أو الجهوية.